سندوتشات الشاورما العالمية بالريحة اللي طالعة دي. عايزة أقول لكم دكتور هبة العوضي داخلة من الاستوديو أو مش الله الله الله، إيه ده إيه ده إيه؟ قلت لها إيه ده، يعني مفيش خناقة النهاردة؟ فطبعا قاعدة بقى تقول لي الشاورما وعمالة تتغزل فيها، وبعد كده ربنا يستر هتكمل وهي لذيذة وحلوة كده معانا، ولا هتقلب علينا دلوقتي؟ أنت كنتي حاسة إن أنا راضي عنك؟ آه، ده من فرحتك من الشاورما. لا ده أنت بتصدقي نفسك. انت فرحانه بس بالشاورما. بالشاورما بس اكيد هي غير بره صح؟ اكيد طبعا، معموله على ايدينا وعاملينها في البيت، وريحتها لوحدها كفايه يا دكتور. انت حاطه فيها بقى الكميات الدهون اللي بتتحط بره؟ لا خالص، احنا عاملينها بزيت. بالظبط كده. احنا عاملينها بتوابل. أيوة. التتبيله بتاعتها هي البطل. بالظبط، يعني احنا كده امان حبايب. امان راضي عني. راضي عني يا ماما. لو راضي عني يبقى انا اعرف على طول ان هي كده النهارده بقى جايبه لنا عرض حلو، وجايبه لنا هدايا حلوه، وفي نفس الوقت اللي هي ايه هتطبطب علينا طالما راضي عني، وهنغديكي شاورما النهارده. ايه رايك؟ والله ان شاء الله. يلا قولي لنا بقى النهارده. دايما انا بقول لهم ان المطبخ مش ما يبقاش هو حياتك، ما يبقاش هو دايره اهتماماتك وبس، ما يبقاش المطبخ طول النهار 24 ساعه واقفه في المطبخ نسيتي نفسك، حجمك زاد، وزنك زاد قد كده، مش مهتمه بشكلك، كل اللي في دماغك الحق اعمل اكل قبل ما الولاد وابو الولاد يجوا من بره، وبعد كده ارجع اشتكي في امراض، في قله حركه، في مشاكل صحيه كتيره ظهرت، وترجعي تسالي ليه انا عملت ايه. لا، انت عملتي كتير. اولا نسيتي نفسك، نسيتي نفسك اولا صحيا. ودايما يا دكتور بنقول انت يا جميله ملكيش بديل، صحتك امانه في رقبتك، وصحتك كمان بالنسبه لك ملهاش بديل، ولو انت ما اهتمتيش بنفسك وبصحتك وبشكلك محدش هيهتم بيك. عارفه يا دكتور محدش هيجي يقولك ايه والنبي خسي عشان خاطري. بالظبط، محدش هيجي يقولك ايه طب والنبي خسي على على علشان انا عايزاكي تبقي، محدش هيقولك كده. بالضبط. او انا عايزك. لا، ده هو اول واحد انت عارفه على طول هيعمل ايه. استمرة ستة. هيعمل ايه على طول؟ فاحنا مش عايزين نوصل لكده، عايزين ننبه كل حبايبنا الاول، المطبخ مهم بس ما بقاش هو اهم حاجه في حياتك. وتعقيبا على كلام الشيف هاله، دايما رساله الست مش اكل وشرب. صح. وتودي النادي وتنظفي بس. الرساله، رساله الام الحقيقيه ان هي تعلم اسرتها واولادها طريقه الاكل الصح، طريقه التغذيه الصح. ليه؟ عشان ابني جيل صحي، جيل بيحافظ على نفسه، جيل خايف على نفسه ان هو يصاب بالامراض اللي ناتجه عن الدهون والسمنه. يبقى انا مش هحرمه من حاجه، مش همشي على نظام الاوروبي المشوي والمسلوق والحاجات الدايت والعيش البني، بالعكس انا بعمل اكل البيت زي اي بيت شرقي. احنا شعب شرقي، شعب اكيل، بنحب الاكل، اتعودنا وتربينا وامهاتنا ان احنا بنعمل صينيه الاكل بالسمن البلدي. سمن بلدي، ودي اصح كتير. طبعا من السمن، الناس فاهمه غلط، تقول لك ده فاكرين ان السمنه البلدي دي التقيله الدسمه. لا، السمنه البلدي دي اصح حاجه يا جماعه، دي اصح حاجه. والليه يا جماعه، في اعتقاد ان الليه بتاعت الخروف دي حاجه مقرفه او حاجه ان هي تقيله او صعبه. لا 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 لا, لا, لا بالعكس، ده هي دي صحيه جدا، وزيت الزيتون طبعا في المقدمه. احنا دايما كدكاتره التغذيه زي ما بنقدم الحلول عشان تخس وانت قاعد في بيتك بابسط البدايل عن الدايت والرجيم، دايما اقدم روشته صحيه او نصيحه عن التغذيه الصح. دايما نتجه للالوان، الفاكهه، الخضار، البروتين، هناكل عيش وهناكل حلويات بس بالشكل المعتدل، بالشكل اللي مش يأذينا، اللي ما يسببش دهون متجمعه زايده ملهاش اي لازمه في جسمي. الدهون اللي من وراها بيرفع الضغط، بيرفع سكر الدم، مشاكل صحيه قد كده بقى، دهون ثلاثيه، تجلطات، الكبد الدهني، الام العمود الفقري، الديسك، هو دوامه امراض انا بدخل فيها بمزاجي. بمزاجك، لانك انت سايب نفسك لالتهام الدهون في جسمك. النهارده كورس الهدف، كورس بقى مركز جدا، الهدف بالظبط اللي هو عارف هدفه، عارف هدفه، عارف هيدخل الجسم رايح فين، موجه الهدف ده اللي موجه للدهون علشان يقضي عليها تماما. بالظبط، صح كده. هدفي اني احرق الدهون عند مريض السمنه اللي مش قادر يخس،
اللي مش عارف يخس، الناس الكبار في السن وذوي الاحتياجات الخاصه والناس الاكيله والناس اللي حرقها واقف، عندها خمول غده درقيه، عندها اعراض مقاومه الانسولين، في مشاكل في فيتامين د عندها، او مشاكل في المراره والرحم، كل العوامل اللي بتوقف حرق الدهون في جسمي وتعمل لي ثبات في الوزن، جاي انا اكسر القوانين، اكسر الموازين بايه؟ بديها بديل للحرق الضعيف، ازود لها الحرق، احفزه، انشطه، اخليها تحس بتغيير معايا كل اسبوع في الحرق. ايه ده؟ انا ما كنتش بحرق. صحيح. حرقي واقف، يبقى انا جايه النهارده ازود حرق وتكسير الدهون في جسمك، جايه اكسر ثبات الوزن، جايه اخلي اي بني ادم كان بيشوف الرقم ثابت على الميزان ما بيتغيرش انه يتغير، بس طبعا بفضل الله. النهارده مش محرق الدهون، النهارده نسف كامل لدهون الجسم بكبسوله واحده بتاخدها يوميا، تديك احساس بالشبع، تقتل فكرة الجوع المستمر. حلو. حتى أوي. التفكير في الجوع مش هيجي على دماغك. حلو. وكل ده من أول يوم بتشتغل على أن هي بتملى المعدة بأليافها الطبيعية بطريقة أمنة جدا، مرخصة من هيئة السلامة والغذاء، بتملى المعدة بطريقة طبيعية جدا، تديك إحساس بالشبع يبسطك ويبسط أي حد متعود على إدمان الأكل والحلويات والطواجن. انا مش عارف اعمل كنترول على نفسي، هديك كبسوله طبيعيه امنه هي اللي تعمل لك كنترول على معدتك من غير ما تحس، هي اللي هتعمل بالضبط. عشان في حد دلوقتي يفتكر يقول لك ايه، طب ما انا هاخد الكبسوله، طب ما انا برضو هفضل اسيطر على نفسي ازاي؟ لا، لا مش انتوا بقى، بدون اي تدخل منكم، انتوا كل اللي هتعملوه هتاخدوا الكبسوله بس في اول اليوم، وبعد كده هتكتشفوا ان انتوا طول اليوم حاله الجوع اللي احنا مستمرين عليها مش موجوده، انا مش جعانه، الاكل قدامي ومش جعانه. مناسبه جدا في هاله مع الاطفال، الولد او البنت اللي عدوا سن البلوغ ووالدتهم مش قادره تسيطر على الشهيه بتاعتهم فيهم، بدات البطن والكرش يكبروا، بدات الاعراض مقاومه الانسولين تظهر، اللغد، الرقبه بدات تملى، الحاجات دي ازاي يبقى في سن 12 و13 سنه ووزنك معدي 60 كيلو؟ كده خطر. عشان كده زادت نسبه السكر في الاطفال من ايه؟ من طريقه او اللايف ستايل في التغذيه اللي مش صح. مامتهم بتحشي ساندوتشات في اللانش بوكس كميات رهيبة بس خايفة على ابنها، الأم اللي مش قادرة تسيطر على شهية ابنها بره البيت أو جوه البيت تاخد معايا الكورس، هيديله إحساس بالشبع، إنها الشراهة للأكل والحلويات هتتقفل من أول يوم، وهنسيبه بقى ياكل اللي هو عايزه بس خلاص، ولا أقول ده ولا ده لأ، مش هحطه تحت قيود. هي دي، علشان فعلا في السن ده صعب قوي إن أنت تقولي له طب لو خارج مع صحابك أوعى تاكل بره، مين اللي قال كده؟ طب والله العظيم حتى الرجال حتى الستات مين يقدر يتحط تحت قيود حرمان ويبقى مبسوط؟ لو اتبسط اسبوع اتنين من الحرمان من الاكل مش هيكمل معايا. انا عايزه مريض السمنه اللي يبدا معايا الرحله يكملها للاخر، عشان في اخر الرحله اقفل عليه بكورسات تثبيت الوزن على الوضع اللي وصل عليه. ده بروتوكول علاجي، مش لعبه، مش حاجه كده جهجهون، انا بديك بروتوكول علاجي سيستم طبي عشان يديك احساس بالشبع ويكسر الدهون. عاملين اساسيين بلعب عليهم، شهيه مفتوحه اقفلها، حرق ضعيف للدهون في جسمك مش قادر تنزل بسهوله ازود معاك الحرق عشان اخليك تلاقي تغيير معايا كل اسبوع. هتاخد كبسوله، شكرا، بتكسر دهون، بتنحت مناطق صعبه، بتديك احساس بالشبع. ثلاث وظائف بتعملهم الكبسوله لوحدها، مناسبه جدا للي بيحبوا ما ياخدوش جرعات ادويه كتير. يعني يلعبوا في كذا نوع، مناسبه جدا لان هي جامعه وشامله وبتقوم بوظائف، مناسبه جدا للرجاله لان الرجاله ما بتحبش تمشي على انظمه او كل ده او ما تاكلش ده بالزبط. والكلام ده، وخصوصا ان في رجاله بتبقى طول اليوم بره وجبتها الاساسيه ان اول ما بيرجعوا اخر اليوم هي الوجبه الاساسيه، ففعلا الكبسوله يعني زي ما دكتور هبه بتقول ما فيهاش اجراءات كتير، ما فيهاش وجع قلب. بيقول لي الشباب عندي في العياده يقولوا لي دكتور احنا عايزين حاجه اللي بتنجز، اللي بتجيب من الاخر. هي دي الكبسوله اللي بتجيب من الاخر يا جماعه. انا وعدتكم بيها في العياده عندي، اقول لهم حاضر هجيبها لكم. الكبسوله بتجيب من الاخر، بتكفي وبتوفي، مش محتاجه اي داعم من بره، مش محتاجه اي سبورت، انت بتتابع مع الفريق الطبي والمتابعه مجانيه معاك،
هيفضلوا معاك في ظهرك سبورت ليك، اي سؤال بيدور في ذهنك هتلاقي اللي يرد عليك، هتتابع معاهم كل اسبوع، تدرج وزنك على الميزان هتتابعه مع الفريق الطبي، الموضوع مريح جدا. طب انا عايزه اشد الحرق الضعيف قوي، الناس اللي ميته في الحرق خالص، عندي 10 امبولات حرق، 10 امبولات حرق النهارده، كورس حرق مركز، الكورس بتاعنا النهارده 10 امبولات حرق هديه. لا والله، والله العظيم النهارده 10 امبولات للحرق الضعيف بيكفوا تقريبا شهرين ونص. يعني كورس حرق مركز حقن اسباني صنع اصدار جديد، تركيز اقوى، الامبوله تهد جبل دهون في جسمك ما شاء الله، خصوصا اللي عندهم سمنه موضعيه، كرش، بطن، اي منطقه فيها تجمعات دهنيه بس هتنسفها تماما، هتنسفها تماما. طبعا ده كورس الهدف وشحنه مجانا، ولازم هتتابع مع الفريق الطبي، وده ضروري ومجانا. المتابعه كمان مجانيه يا جماعه، انتم متخيلين؟ يعني النهارده المتابعه مجانيه من فريق طبي على اعلى مستوى، ده كمان عندنا الشحن مجانا لجميع المحافظات، مش القاهره بس، ده جميع المحافظات، مش هتدفعوا ولا جنيه شحن. زائد كمان معانا النهارده 10 امبولات حقن الحرق اللي بتدوخوا على واحده بره، وكمان بقى دلوقتي اللي موجود في السوق ده لو لقيتوها مش الاصليه، النهارده احنا معانا هديه مجانيه 10 امبولات حرق الاصليه، التركيز الاعلى والاصدار الحديث المستورده. تخيلي 10 امبولات حرق موجودين معاكي، يغطوا معاكي النهارده بامر الله شهرين ونص، غير طبعا الكبسوله اللي انا دايما بقول عليه العفريته، الكبسوله اللي بتدخل جوه المعده، عدي بقى زي ما دكتور هبه عماله تقول، تملى لك المعده، تقلل موضوع الجوع ده، بتنسفه تماما، ما انتش هتحسي بالجوع ولا حركه النقنقه ولا ايدك اللي رايحه جايه، انا عايزه اكل حاجه حلوه، انا عايزه اشرب مش عارف ايه، اما ادخل بقى اعمل لي طبق مكرونه كده على السريع كده واقعد انقنق فيه والكلام ده، مش هنحس بالكلام ده خالص. عايزين كلنا نستفيد النهارده بكورس الهدف، الكورس موجه، الهدف موجه لنسف الدهون، عايزين كلنا ان شاء الله نلحقه، وخصوصا ان الهدايا النهارده قيمه، مش حقنه ولا اتنين ولا مثلا حقنتين وعليهم تخفيض ولا عليهم خصم، ده النهارده 10 امبولات حرق هديه مجانيه، انتم متخيلين؟ طب نلحق بقى بسرعه يلا، وخليكي ناصحه كده واستفيدي بالعرض الحلو ده. عندنا ارقام التليفونات اللي قدامكم على الشاشه، نقدر نتصل بالفريق الطبي عن طريق اي رقم من الارقام اللي موجوده قدامكم على الشاشه، وكل رقم من دول عليه خدمه الواتساب، يعني ادخلي على الواتساب كمان واكتبي انا عايزه كورس الهدف النهارده، زائد طبعا صفحه الفيسبوك هتنزل لكم دلوقتي على الشاشه اهي، في كومنتات لو انا مثلا مش عايزه اكتب كومنت عشان ما حدش يشوفه او محرجه او كده، بسيطه ادخلي في رسائل الصفحه على الخاص واكتبي للفريق الطبي انا عايزه بوكس او عايزه كورس الهدف النهارده، يوصل لك ان شاء الله لغايه عندك الشحن مجانا، وتفضلي تتابعي مع الفريق الطبي دكاتره على اعلى مستوى خطوه بخطوه لغايه ان شاء الله ما توصلي للوزن اللي انت عايزاه، واحسن كمان ده النهارده بفضل الله 10 امبولات حرق هديه مجانيه، رقم يخض يا دكتور بجد. بالظبط، ده كورس حرق مركز لاصحاب الحرق الضعيف، لكبار السن اللي ما بيتحركوش، للناس اللي ما بتحبش تنزل من بيتها، للاوزان الثقيله اللي ما اقدرش اقول لهم انزلوا امشوا واعملوا رياضه، لاصحاب الكرش والبطن اللي ما بينزلش، اللي ملهوش عزيز ولا غالي، بيقاوم وبيعاند وبيضايقني جدا في النزول، ممكن انزل من على جسمي كله لكن بتفضل منطقه حزام البطن بتعاند معايا. كورس الحرق تركيز اقوى 5 أضعاف، جاي 10 أمبولات هدية، يعني بيكفوا شهرين ونص. تمام؟ أما الكبسولة دي، الكبسولة اللي بتتعامل بذكاء مع مريض السمنة، تعالي نتكلم عنها عشان نعرف حبايبنا. لا نتكلم عن الكبسولة لغاية إن شاء الله ما الصور تجهز معانا، نتكلم عن الكبسولة. يعني ليه حد زي مثلا قال لك عليها عفريتة من كتر اللي بتعمله جوه الجسم؟ الصور جاهزه؟ طب تيجي نشوف الصور الاول. يلا بينا نشوف الصور الاول، الصور اللي بتدعم دايما كلامنا. وعشان اشرح على الحاله ازاي، الحاله دي كانت داخله لي عامله ايه، داخله 175 كيلو، وصل ل 75 كيلو بفضل الله في تقريبا 9 شهور. محمد من شربين، حاله من المنصوره. تمام، بقى ما شاء الله بقى فيتنس، يعني ترينر، وزي ما حضرتك بتقولي، وجسم مشدود رياضي، شدة، مش حد خس وقفة بقى وباين عليه الهزيان. لا 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 مستحيل مستحيل، هو بقى بطل ما شاء الله في نفسه. تخيلي فرق الحركة، فرق النفس،
فرق الامراض المشاكل الصحيه اللي كان بيعاني منها. تخيلوا يا جماعه كل الدهون اللي في منطقه الكرش والصدر والجناب كانت محمله على العمود الفقري، يعني قد ايه كانت شايله العمود الفقري لقدام وعامله له انحناء غير طبيعي غير معهود، مش ده اللي ربنا خلقنا عليه. فحاجه زي دي او نتيجه زي دي هيبقى نتيجتها ايه على العمود الفقري؟ انحناء، ديسكات، غضاريف، دايما بنسمع عنها. طبعا نزل في 9 شهور، طب ليه يا دكتور كل الشهور دي؟ لانه نزل 100 كيلو، ما فيش عمليه جراحيه تنزل 100 كيلو في تكه واحده، مستحيل. بصوا النتيجه عامله ازاي ما شاء الله. والوقفه، بصي البطن، بصي الشده، بصي العضلات. صحيح. انا معاكم بحرق دهون فقط، بقوي معاكم الكتله العضليه لاني بخلص العضلات من كل الدهون اللي مغلفه بالدهون، العضلات المغلفه بالدهون. نشوف طيب صوره ثانيه. طيب صوره ثانيه، يلا بينا نشوف صوره كمان. الله ما شاء الله، شوفي النحت بقى وشوفي الثقه وشوفي الفرح، ليها حق والله. بالضبط. يعني بصي كانت يعني جسمها كان ازاي وزنها كان ازاي، وما شاء الله بفضل الله اولا واخيرا تحولت بقت عامله ازاي. شوفوا الفرق، شوفوا النتيجه اللي وصلت لها. 34 كيلو في 3 شهور اتحولت. اول شهرين تخسيس دهون من على الجسم كله، الشهر الثالث شهر النحات. دايما اختم رحله التخسيس بشهر النحات، شهر علاج السمنه الموضعيه، الدهون اللي عندت في الاخر، الدهون اللي بقيت. ليه؟ عشان ابرز باقي تفاصيل الجسم، عشان يبان اني عملت حاجه، شكل جمالي، مش تخسيس وخلاص. مش بلعب اي، لا، هو بروتوكول اني بخسس مع الاخر يبقى فيه شكل تناسقي جميل. اني انا ابرز لها الانحناءات بتاعتها. انحت في سيمفونيه نحت موجوده هنا في الصوره الثانيه، مفيش وسط، اتصفت تماما من الدهون. صحيح. زيرو دهون في منطقه حزام البطن. ما شاء الله عليها. وده شغل الحقن مع الكبسولات. ليه فايده الحقن وليه بحب ان انا اضمها في الكورس بتاعي؟ عشان هي اللي بتبرز التفاصيل، هي اللي بتنحت، هي اللي بتقضي على اصعب الدهون العنيده اللي بقيت بعد التخسيس. ده بروتوكول تخسيس اعطاء الشبع او احساسك بالشبع، حرق بزياده، بزود معاك الحرق، نحت وتثبيت. يعني انا شغاله بكذا وظيفه بمنتجاتي. الكبسوله النهارده بتتعامل بذكاء جدا، دي يعني قلنا ان هي ايه 33 او 34 كيلو نزلت معايا، ما شاء الله باين جدا. وبعدين ايه، مش يعني مش مجرد ان هم نزلوا بس والجسم بقى في حاله مترهل بقى او الجسم باين عليه، لا، ده ان ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك، النحت باين زي ما حضرتك قلتي، الوسط باين. وتعالي نقول المزوره ما بتكدبش، يعني انت بعد اول اسبوع ابتدي قيسي الوسط مع الحقن بتاعتنا. كل اسبوع قيسي وشوفي الحقن عملت ايه في الوسط، وعملت ايه في الجسم، وعملت ايه في الدهون اللي كانت متخزنه بقالها سنين السنين. بالظبط كده. وخصوص المنطقه العنيده بقى، اكتر المنطقه عنيده، وكل شخص ليه المنطقه الخاصه بيه. يعني في ناس دراعات، في ناس رجلين، في ناس حزام البطن، في ناس الظهر. فتوزيع وراثي للدهون، كل شخص ليه منطقه خاصه عنيده بتعاند، بتقاوم، ما بتنزلش بسهوله، محتاجه اسلحه جباره عشان تنسف المنطقه دي. بس الاسلحه دي شرط، لازم تكون امنه على صحه مريض السمنه. مش اي اعراض جانبيه، ما نجيش نعالج حاجه ونبوظ 100 حاجه قصادها. مستحيل. صحيح. لازم، انا زي ما يكون الاسلحه دي شرسه جدا على الدهون، لازم تكون طيبه قوي وحنينه على مريض السمنه بحالته الصحيه اللي جاي لي وبيصرخ منها. لان مريض السمنه ما بيجي لي العياده مش بيجي لي خالص مخلص كده بالدهون، لا، اللي معاه ضغط، اللي معاه السكر، اللي معاه مشاكل في الكبد، في الكلى، سن كبير معدي 60 و70 سنه. عشان اتعامل مع الجسم ده لازم ابقى حريصه جدا، لازم ابقى معتمده على ادويه مرخصه من هيئه السلامه والغذاء، ابقى مطمنه وانا بتعامل عارفه ان مش هيحصل مضاعفات، مش هيحصل اي اثار جانبيه. كل اللي هيحصل اني بخسسك وبس، وعليها حالتك الصحيه على طول بتتحول للاحسن والافضل. اقوى كبسوله، اذكى كبسوله على الدهون، عارفه بتتعامل مع الجسم وعارفه طبيعه الجسم، عارفه طبيعه الجسم عايزه ايه. لو انت شهيتك مفتوحه، اكيل، بتحب الاكل، تديك احساس بالشبع. لو انت حرقك واقف وضعيف وعندك مشكله، بمساعده الفريق الطبي هنعرف مشكله الحرق الضعيف ده ايه، من خلال اسئله ما بيننا بنعالجها او اضمن انك انت بتتابع يعني مع المريض، مع الدكتور المختص، زي خمول الغده الدرقيه. لازم اكون عارفه انك بتاخد الهرمونات التعويضيه، ان الدنيا هناك
تمام؟ اديك بقى الحوارق اللي تعوض الحرق الضعيف، لان الغده مش موجوده او عندها خمول. يبقى انا عارفه كبسوله ذكيه، عارفه بتعامل، عارفه الجسم سبب وزنه ايه؟ بيزيد ليه؟ شهيه مفتوحه ولا حرق ضعيف؟ فكل شخص ليه البروتوكول بتاعه، بالتركيز بتاعه، مناسب لكل فئه عمريه، مناسب لكل حاله صحيه. النهارده الاول 1000 متصل عندك خصم 65%. ما اتفقناش على 1000 متصل دي من الاول، ما قلتيش عليها من الاول يا دكتور. يبقى ما احنا في احنا هنغديكي شاورما. لا والنبي افتحيها لنا. مين انت الشاورما؟ يا جماعه لما يكون كورس فيه في كورس فيه 10 امبولات حرق، ده انا عايزه اقول لك ان احنا هنجري طبعاً. نلحقه 10 امبولات حرق يغطوا معايا شهرين ونص. لا والميزه كمان ايه؟ انها جايه مجانا. دي مش ميزه، دي عارفين قنبله. يعني جاي لي 10 امبولات حرق النهارده هديه حق. مجانيه مع الكبسولات. الكبسولات كمان اللي بخصم 65%، يعني خصم كبير جدا. انا عندي الخصم ده لوحده قنبله، عندي 10 امبولات حرق لوحدهم قنبله. سيبك من حته 1000 متصل دي، احنا كده كده مش هنستنى. يعني ما احنا ممكن اقول لك 1000 متصل فهستنى شويه لما افكر، لما اخد ودي مع نفسي كون الكميه خلصت، تيجي بعد كده تتصلي يقول لك الكميه خلصت او يقول لك العدد خلص. بصراحه النهارده كورس فيه 10 امبولات حرق يغطي شهرين ونص مجانا، وكبسولات بخصم 65%، وكمان شحن مجانا ومتابعه مجانيه. لا انا لازم دلوقتي حالا الحق اتصل على اي رقم من الارقام اللي موجوده دلوقتي قدامكم على الشاشه، وكل رقم من دول عليه الواتساب بتاعه. يعني انت دلوقتي اتصلت على الرقم الاولاني الثاني لقيته ما بيجمعش معايا وكله فكر زيي وكله بيتصل في نفس الوقت، مش هستنى، مش هسكت، ادخل على الواتساب بتاع اي رقم على طول واكتب لهم انا عايزه كورس الهدف النهارده. ده الاسم بتاعه، كورس الهدف. وكمان صفحه الفيسبوك تاني وتالت وعاشر هفضل انزلها لكم علشان ما تتلخبطوش وتدخلوا على اي صفحات تانيه. اهي الصفحه الوحيده والرسميه والاصليه قدامكم. ادخلوا لي دلوقتي على الصفحه دي، اعملوا لها كمان متابعه، ده مهم جدا جدا، لان كمان بننزل نصايح وبننزل فيديوهات حلوه قوي لينا كلنا مع بعض. فالصفحه هتعجبكم جدا، اعملوا متابعه للصفحه وادخلي في كومنت او ادخلي في الرسائل واكتبي يا جماعه يا دكتور يا دكتوره يا جماعه الخير انا عايزه بوكس الهدف النهارده فورا. هتلاقي دكتور او دكتوره على طول بيتعاملوا معاكي وبيتكلموا معاكي، ومن هنا بقى كورس الهدف منور عندك في البيت وهينور لك حياتك لما ياخد بايدك من دايره الخطر اللي انت سايبه نفسك فيها لدايره الامان ان شاء الله. ده حقيقي. صح كده يا دكتور؟ ده حقيقي. واحب انوه على الناس او المشاهدين حتى لاول مره يشوفونا، خلي بالك من اي فيديوهات بتنزل لنا على صفحات السوشيال او على صفحات الفيسبوك، بيحطوا ارقام تانية خالص. أيوة بيصرفوا بالزبط. منتجات تانية خالص، خلي بالكم الكلام ده، منتجات مش حقيقية. منتجات أنا ماليش لها علاقة، مفيش ترخيص على المنتجات دي، مفيش متابعة. هو كل اللي عملوا إن هو قطعوا فيديوهاتنا، حطوا أرقام بيبيعوا منتجات مش حقيقية. فخلي بالكم، لأن الناس بترجع تتصل تقول الدكتور الكبسولة ما سدتش معايا، ما عملتش معايا، أجي يعني أجي أحاورها، أنت جبتي منين؟ جبتي الحاجات دي منين؟ تقولي ده من على صفحة في الفيس كده، ما أنت كنتي موجودة يا دكتورة. لا تقول لك ما أنا شفت الفيديو بتاعك على الصفحة. وهم بيقطعوا يا جماعه الفيديوهات وبينزلوها. فهنا الارقام دي هي دي الارقام الوحيده اللي بالزبط. بيتم صرف المنتج الاصلي بالعلامه المائيه بترخيص هيئه السلامه والغذاء. كورس الهدف النهارده هيحقق الهدف، هتخس، هتنزل في الوزن، هيديك احساس بالشبع، هيكسر دهون، هينحت المناطق الصعبه، وهيثبت لك وضعك على او ثبت لك جسمك على الوضع اللي وصلت عليه. كل ده من خلال كبسوله واحده يوميا بعد الفطار بتاخدها مع حقنه واحده اسبوعيا. عندي كورس حرق كامل مركز مجانا، مكون من 10 امبولات للحرق التنشيطي، مخصوص لثبات الوزن، مخصوص للكرش والبطن، مخصوص للناس اللي ما بتتحركش عشان يبديل للحركه. النهارده شحنه مجانا ومتابعه مع الفريق الطبي مجانا. دي اهم حاجه، يعني على الرغم ان المتابعه مهمه جدا جدا، على طول المتابعه بتنور لكم الطريق. يعني مثلا انت سافرتي ونسيتي تاخدي الكبسولات، ما تفكريش مع نفسك، لا اتصلي بالفريق الطبي يفضلوا متابعين معاكي خطوه بخطوه. وكمان يا دكتور انا لما ببقى حاسه ان في حد بيسندني في داري، يعني حد ماشي معايا خطوه بخطوه، ده بيشجعني اكتر وبيديني ثقه اكتر في المنتج، وبيديكي ثقه اكتر في النتيجه اللي ان شاء الله وبفضل الله توصلي لها. يا جماعه انا بقول لكم
هيحسوا بالفرق مع اول كبسوله في اول يوم ان انا خلاص شهيتي اتقفلت. حته الجوع اللي انا رايحه جايه بيها مع اول كبسوله بتتفاجئ، ايه ده انا مش جعانه، ايه ده انا حاسه ان انا معدتي مليانه. ده اول احساس مع اول كبسوله. بعد كده خدي بقى الكبسولات وخدي أمبولات الحرق. بعد اول اسبوع هاتي بقى المزوره وقيسي، هاتي هدومك القديمه اللي كنت راكناها والبسي وجربي. اظن لا الهدوم هتكذب ولا المزوره بتكذب. دايما بقول لكم المزوره ما بتكذبش، القياس اللي بتقوله لك هو ده القياس الصح. فمع اول اسبوع بننزل في الوزن، بننزل الميه الضاره، بننزل دهون. بتنزلي يعني مثلا يا دكتور نلوم بننزل حوالي قد ايه كده مثلا في اول اسبوع؟ لا هو الشهر دايما انا بجيب فيه تارجت من 12 ل 15 كيلو. على حسب سنك ايه، على حسب وضعك الصحي ايه، على حسب انت حرقك الطبيعي ايه، حرقك للدهون، على حسب انت استجابتك للكبسولات ايه. في عوامل كتير قوي بتفرق انا بنزل من كام لكام. ناس تجيب معايا 18 كيلو، ولو اني ما بحبش اقول 18 كيلو عشان ما يرفعوش سقف توقعاتهم ان كل شخص هياخد الكبسولات هينزل 18 كيلو في الشهر. لا ده عايزه مثلا سن كويس، سن الثلاثينات، راجل شاب الكتله العضليه كويسه، بيعمل بيمشي حركته كويس، صحية، مفيش مشاكل صحية، هيجيب له 18 كيلو. طب افرض ست مسنة 60 سنة في مشاكل، عندها ضغط، في سكر، ما بتتحركش، قاعدة في بيتها، الحركة بتاعتها ضعيفة جدا، يعني حرقها واقف، تجيب لي كام في الشهر؟ ممكن تجيب لي 12 كيلو، ممكن تجيب لي 11. وهي ما بتتحركش وعندها مشاكل صحية وبتاخد أدوية قد كده، ممكن تنزل 10 كيلو، ده بيبقى رضا. ولحد 8 كيلو مع حالة زي دي حلو جدا. عارفين يعني ايه 8 كيلو في الشهر؟ هي أصلا كانت بتعدي شهور مع حرمان من الأكل، ما بتنزلش 2 أو 3 كيلو، يعني مجهود جبار عشان تنزل مع حرمان. لا أنا فاتحة لها كل الأصناف، بتاكل كل اللي هي عايزاه، مش لازماها برياضة ولا مشي بالساعات عشان تحرق، مدياها كل البدائل التعويضية للحرق وللدايت، هتاكل كل اللي هي عايزه، هتقعد على ترابيزه السفره زيها زي اي فرد في الاسره، الموضوع عادي جدا. مش هتحس انك بتعمل دايت ولا رجيم، موضوع خفيف. وطول ما الحاجه خفيفه على الشخص او مريض السمنه اللي ضاقت به الدنيا بعد انظمه دايت كتير وتعب كتير، ف 8 كيلو بالنسبه لست مسنه بضغط وسكر ما بتتحركش في الشهر، دي حاجه حلوه طبعا، ده انجاز بالزبط. انجاز كبير. وكفايه ان انت كمان سايباها تاكل كل حاجه يا دكتور بالزبط. عادي جدا، يعني تاكل من اكل البيت عادي. يعني مثلا لما يكون والدي او والدتي الناس الكبيره في السن، صعب عليا قوي اقول له معلش يا بابا انا هعمل لك النهارده الغدا طبق سلطه، معلش يا ماما انت هتاكلي بس كوبايه الزبادي دي. لا يعني بيبقى صعب عليهم وصعب علينا. لكن انا دلوقتي لما يكونوا بيخسوا بامان وهم قاعدين في مكانهم وفي نفس الوقت انا باكلهم كل حاجه، فطبعا ده انجاز كبير جدا جدا يعني. فانا بجد يا دكتور بشكرك النهارده على العرض الكبير الخصم ال 65% وال 10 امبولات حرق اللي جايين النهارده هديه مجانيه مع الشحن المجاني والمتابعه المجانيه وارقام التليفونات على الشاشه. يلا بينا نلحق على طول النهارده الخصم والهدايا المجانيه الكبيره جدا جدا، وكمان خدمه الواتساب اللي على كل رقم من دول، وكمان الصفحه كمان لاخر مره بنزلها لكم تاني اهي، الصفحه قدامكم يا جماعه، الصفحه وارقام التليفونات والواتساب اللي على كل الارقام. العشر حقن دول لازم يكونوا عندكم النهارده، لازم تستفيدوا بالهدايا النهارده ان شاء الله. ده بيغطوا معانا شهرين ونص، ما بتتكررش كتير الحكايه دي، فكلنا محتاجين النهارده ان كورس الهدف يكون موجود معانا ان شاء الله ونستفيد منه. شكرا يا دكتور، تسلمي يا شفيقه، نورتيني حبيبه قلبي. اشكركم على متابعتكم الكريمه، وبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان الحلقه من اولها لاخرها تكون عجبتكم وتنال رضاكم، واشوفكم يا رب على الف خير في حلقه جديده، كان لينا عمر ان شاء الله تعجبكم وتفيدكم اكتر واكتر. والسلام عليكم.